قبول قالة السوء في المجتمع هذا أمر ليس بغريب. تجد من يتحدث ويقول فلان هذا فيه كذا، رأيت فلانا على فسق، فلان هذا لا يخاف الله، فلان هذا بعضهم يتجرأ ويقول هذا من المنافقين ويحكمون، وربما بعضهم يقول هذا من أهل النار مع أبي جهل ومع فرعون، وكأن ما عندهم مفاتيح النار ومفاتيح الجنة، يدخلون من يشاءون ويمنعون من يشاءون. لماذا الحرص على تجريم الناس؟ لماذا الحرص على تكثير سواد المخالفين والمقصرين والمذنبين؟ لماذا؟ هذا ليس من هدي الشرع، ليس من هدي الشرع. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم مرشدا عباده المؤمنين: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، يعني فلان زنى، فلان سرق، فلان حصل كذا، فلان كذا، هذا الخبر قد يكون حقا، قد يحصل، لكن العمل على نقله وإشاعته ونشره بين الناس، هذا ماذا يحدث منه؟ يحدث منه سوء ظن الناس في بعضهم، يفقدون الثقة في بعضهم. والأمر الثاني هو أنه يسهل على الناس تعاطي هذه الجرائم والمفاسد. إذا كان الناس يتناقلون أن فلانا زنى وفلانا سرق وفلانا قال وفلان 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 وفلان، حينئذ يخف، يصبح وقع هذه الجريمة وهذا الذنب خفيفا على النفوس. فلذلك يقوم أناس آخرون من ضعاف الإيمان بالجرأة على مقارفة هذه الذنوب، ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى عن هذا وشدد فيه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الناس بطبيعتهم يميلون إلى من يتحدث عن المساوئ، إلى من ينتقد. الناس يميلون إلى الناقد أكثر من ميلهم إلى الناصح الذي ينصحهم ويقول يا ناس اتقوا الله، افعلوا خير، احرصوا على الصلاة وكذا وكذا. هذا قد يتقبل البعض كلامه والبعض لا يتقبل كلامه، لكن إذا جاءهم وقال تعرفون هذا الإمام أو هذا المؤذن أو هذا الأستاذ أو هذا الإنسان الذي كذا، هذا فاسق، هذا يقال عنه إنه يزني، ويقال عنه إنه يشرب الخمر، ويقال ويقال. الناس إذا سمعوا مثل هذا الخبر يجدون في أنفسهم، كثير من الناس، محبة لجمع هذه الأخبار وسماعها بل ونقلها، واحد ينقلها إلى واحد والآخر ينقلها إلى غيره وهكذا، والدليل ما هو والمستند ما هو، تجد أنها كلها أقاويل. يقولون كما يقولون العامة، شركة يقولون حتى ولو كانت حقا، تناقلها والحديث فيها هذا مما يبغضه الله سبحانه وتعالى ومما يرتب عليه العقوبة. لماذا؟ هذه الأقاويل السيئة التي يتساهل فيها الناس بدون تثبت، كلمة سمعها فنقلها، وهذا نقلها إلى هذا، وهذا نقلها إلى هذا، وفيه أناس فيهم حب استطلاع قد يصل إلى حد المرض، يريد أن يستطلع، يريد أن يسمع، وإذا سمع شيئا لا يسكت عليه، تجده كأنه وكالة أنباء يتكلم مع هذا ويتكلم مع هذا، فتجد أن هذا الخبر نقله واحد وأصبح يعرف عنه المئات بل الآلاف. هذه الخطورة أيها الإخوة ليست فقط في الإساءة
لسمعة بعض الناس، بل لما يترتب عليها من أمور كثيرة. كم من بيوت خربت وهدمت، كم من نساء طلقت، كم من دماء سفكت وأنفس بريئة أزهقت، وكم 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 من قطيعة بين أحباب وأصحاب وأقارب بسبب هذه الأقاويل. هذه الأقاويل بدون تثبت، بدون تثبت. فلذلك الله سبحانه وتعالى شدد في شأنها وحذر منها، ونبينا عليه الصلاة والسلام